حقيقة طبعا الدول دائما تجتهد في أنها تعيش مع بقية الدول في العالم، نعم، وتتناغم معها باعتبار أن الناس يجمعهم مجتمع الإنسانية، ولا يمكن للإنسان أو لدولة أن تعيش وحدها. ففي إطار العولمة وفي النظام العالمي الجديد الذي أصبح العالم فيه عبارة عن قرية واحدة، بعد أن تشكلت معالم العولمة المعروفة، سواء كان عولمة اقتصادية أو عولمة اجتماعية أو عولمة ثقافية أو حتى عولمة قانونية تشريعية، دي كلها أنواع تشكلت هذه حتى تكون الدول كلها تحت مظلة واحدة، يحكمها قانون واحد، وتحكمها يعني أفكار واحدة، وتحكمها يعني علاقات واحدة. نعم. فلذلك الآن كثير من الدول بتحاول ألا تخرج عن هذه الدائرة، الدائرة العالمية، دائرة العولمة، فتكون تحتها. فدي مرتبطة بها قضايا بتعمنح، مرتبطة بها قضايا المساعدات الإنسانية، خاصة الدول التي تستجدي غيرها وتطلب الدعم، فهي دي مربوطة مع بعضها. فلذلك كثير من الدول لا تريد أن تخرج عن هذا الإطار العالمي، لا تتمرد عليه. نعم. فأي إنسان يتمرد على هذه الدائرة يعتبر متمرد على النظام العالمي، النظام العالمي الجديد الذي تحكمه الآن العولمة، الذي نقل العالم كله إلى قرية صغيرة. فلذلك هذه الاتفاقيات بإمكان هذه الدول، خاصة ما الأمم المتحدة، بإمكانها أن تتحكم في علاقات الدول بكاملها من خلال قوانين وتشريعات يتفق عليها الجميع. مع أنه هناك الدول عندها خصوصية، يعني بعض الدول المفترض القوانين الدولية وخلافه تراعي خصوصية الدول، لأن هناك في دول لها علاقات معروف عندها ديانة، تدين بدين معين، تتعبد الله تبارك وتعالى بدينها، وقد تكون هذه القوانين مصادمة لهذا الدين، فلذلك تحصل هنا المصادمات بين الدول بين بعض القوانين التي يعني تأتي دوليا.